جالك بنت، مبروك جالك توأم، تفضلي. شكرا. هي مش المفروض بنت واحدة؟ انا عامل فيكم انتوا الاثنين، انا بس عايزة واحدة اصلا. اما انتي مش عايزاكي، بس فين ممكن اوديكي انتي؟ مش خلينا نطلع بعدين اشوف فين اوديها، بحطها هنا احسن. وبس كذا، انا اخذ بنتي حبيبتي اللي انا بحبها، خلينا نروح البيت. انا عايزة اخدها. ماشي، ممكن نتبناها، ما فيش مشكلة. خلاص دي من رايح، خلاص دي من اليوم رايح بنتي. ماشي يا حبيبتي انتي، انا لازم اعرفك على القصر كله. ثواني شوف دي اوضة، بصي دي اوضة ماما وبابا. ثواني انا عايزة اوريكي غرفتك. تعالي بصي دي غرفتك. عادي حبيبتي، لو اللون مش عاجبك انا اغيره لك عادي، مفيش مشكلة. اهلا يا حضرة الملكة، انا جيت. ماشي تفضلي، دي من الرايح بنتي، عايزاكي تهتمي فيها، انا هاجي اطمن عليها كل شوية. ماشي يلا انا ماشية. الله دي شكلها كيوت جدا، هشربها الحليب. تفضلي يا حبيبتي اشربي. اصبري يا حبيبتي هاكل السندويش بتاعي. تفضلي اشربي يا حبيبتي اشربي. والله اني كويس رميت اختك دي، بس انتي بنتي حبيبتي. يلا وديك عشان تروحي تنامي. وبعد مرور سنوات، اوف صباح الخير، انا عايزة اكل اي حاجة اصلا، ماما فين؟ روح دور اي حاجة اكلها. ما فيش اي حاجة اكلها، دي ماما شكلها تتأخر ولا ايه؟ اوف اعمل ايه؟ خلاص انا هصبر. اوف النهاردة اضطردت من الشغل، انا دلوقتي اعمل ايه؟ واخيرا ماما جت. ماما جبت اي حاجة اكلها؟ لا يا حبيبتي النهاردة اضطردت من الشغل، وانا دلوقتي هاكل ايه؟ انا جعانة من الصبح. ما اعرفش، ولك تفضلي الحليب ده. يا ماما ده من زمان تكيت، هو دلوقتي خربان ليش يعني؟ اذا بطني توجعني مثلا؟ ماشي اعمل لك ايه يعني؟ اصبري لين ما ادور الشغل، بس انا جعانه. خلاص بقى اسكتي، ده انت مزعجه جدا. يلا يا حبيبتي اصحي. اهو انا صحيت. مش مش عايزاك يا حبيبتي تاكلي كل ده، بس ده كتير جدا، كلي كلي عشان تكبري. ما تنسيش توديني الحديقة كما وعدتيني امس. ماشي حبيبتي اوديكي لكل مكان عايزة. ومين بدو؟ خليني اروح اشوف. هو انا هفضل متى عشان تدفعوا لي الايجار انتو؟ كمان شوية بس لما الاقي شغل هدفع لك الايجار. بعدين تحمليني انا وبنتي، انا تحملتك كتير. يلا اطلعي برا البيت. طب اعطيني وقت كمان شوية، اعطيني وقت كمان شوية. كلمة واحدة اطلع برا ولا هبلغ الشرطة. ماشي يلا يا بنتي تعالي دلوقتي. نحنا هنعمل ايه؟ والله ما اعرفش، هذا الوقت ادور على شغل وادور عليه. يا ماما انا جعانة، اعمل لك ايه يعني؟ شافاني معي يعني؟ يا ماما وديني الملاهي. ماشي حبيبتي. في ايه يا ماما؟ هي مستحيل اللي انا رميتها بالشارع دي، هي دي البنت اللي انا رميتها بالشارع؟ هي دي بنتي؟ بنتي حبيبتي. ايه ده مين دي؟ مين انتي؟ اصلي دي بنتي انا رميتها بالشارع. روحي انا اصلا مش بنتك.
انت بس عايزاه عشان الفلوس، بعدين انت اصلا ليه ترميها بالشارع؟ ايه ده؟ خد الفلوس وامشي من وشي. حبيبة بابا الأميرة إلينا، أنا عاوز أعرف أنت إزاي كل مرة بتعرفي إني جيت وجايبلك معايا لعبة كمان؟ أنا بستعجل. بعرفك أول ما تيجي. فعلا حبيبتي دي أنا حاسس إنك عندك قوة خارقة، بتفهمي كل حاجة وبتحسي بكل حاجة برغم إنك مستفيش. الله يا با حلوة، عجبتني شكلها قرد. الله جميلة، ده حلو قوي، كنت صديقي المفضل، تعالى بحضني، حبيتك قوي، انت جميل. شفت الأميرة ألينا؟ برغم إنها ما بتشوفش عندها كأنها حاسة سادسة تحس بيه أول ما يجي، صح؟ فعلا يا جلالة الملك، حسيت بكده، كل حاجة بتحس بيها فعلا ربنا عوضها عن بدل نعمة البصر. حبيبتي أنا بحبها قوي. حبيبة بابا، تعرفي اني بحبك قوي. وانا كمان حبك قوي يا بابا. يلا يا حبيبتي عشان تروحي تنامي. ماشي يا ماما، هروح انام دلوقتي، بس خلينا نلعب مع القرد شوية. حلو قوي يا بابا القرد ده، شكرا. هجيب لك كتير يا حبيبتي، دايما تأمري هجيب لك كل حاجة. العشاء جاهز، احطه دلوقتي يا جلالة الملك. طيب ماشي، بس وكلي إلينا وبعدين نيميها. يلا حبيبتي تصبح على خير. وانت من اهله يا بابا، اقفل الشبابيك والستاير. انت عرفت ازاي بقى انا ما قفلتهاش؟ انا بعرف، اقفليها كويس. يلا انا بحس بيها من الهوا اللي جاي منها. واضح انك ذكية جدا. طيب وكده نام. هو بابا فين يا ماما؟ هنا يا حبيبتي، هو شكله رايح رحلة الصيد. واو، طب خلينا نسلم عليه قبل ما يمشي. خلينا امسك ايدك. لا يا ماما، انا حافظة كل منطقة في القصر، ركن ركن، ما تقلقيش. بابا انت رايح رحلة الصيد؟ ايوه يا اميرتي الجميلة، انتبهي لنفسك. ماشي، هغيب يوم او يومين بس، وخلي بالك امي والدتك، انا عارفك بتدير القصر كويس وتخلي بالك من كل حاجه. ما تقلقش يا بابا، كل حاجه في امان. طب ما تقلقش يا جلاله الملك، خلي بالك من نفسك. اهم حاجه خلي بالك من الينا. ماشي يلا هروح، تيجي تودعيني بره زي كل مره يا حبيبتي؟ يلا تعالي. مع السلامه يا جلاله الملك، انتبه لنفسك. مع السلامة يا بابا، هتوحشني، ما تأخرش. مش هتأخر يا حبيبتي، انتبهي انت بس لنفسك. مع السلامة. ويلا بقى عشان ندخل جوه، اتمنى ترجع بسرعة يا جلالة الملك. ماما بابا خلاص مشي، هيرجع يا حبيبتي، قول لها يوم او يومين. طيب انا طالعه فوق، انا حاسه انك حطالي الاكل مش في اواني، حطالك في احسن الاطباق الذهبيه، كل حاجه، ما تقلقيش. لا حاسه انه مش في طبق كويس خالص، ما تستغليش ان انا ما بشوفش، انا بعرف كل حاجه. قلتلك يا جلاله الاميره انه في اطباق ذهبيه بتاعتك، كل حاجه. اوكي هفوتها لك المره دي. كاني سمع صوت حد، في حاجة مش مظبوطة في القصر، مش عارفة ليه شكة في الخدامة دي، حاسة انها بتعمل حاجة مش كويسة. هما انا سمع صوت ماما، هي مالها ماما بتعيط ولا ايه؟ ماما هي معاك في غرفة بابا ولا شي؟ ماما فينك؟ انا سمعاكي بتعيطي. مالك يا ماما بتعيطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟
باباك يا حبيبتي اختفى خالص في الغابة وحراس كلهم بحثوا عنه ملقوش. ازاي؟ اكيد بيرجع، ما تقلقيش يا ماما. لا يا حبيبتي شكله مش هيرجع خالص، شكل الحيوانات المفترسة انقضت عليه وقتلته عشان لقوا كمان اثار دماء وملابس على الارض. مستحيل، مش مصدق ان بابا ممكن ما يرجعش تاني. انا حافظ له على كل حاجة، انا متأكدة انه هيرجع. اسف يا حبيبتي، اه يا قلبي خليني ارتاح شوية. انا متأكدة ان بابا يرجع ولازم احافظ له على كل حاجة في القصر، كل حاجة لغاية ما يرجع لي، كل حاجة مظبوطة. جلالة الاميرة محتاجة حاجة؟ لا مش محتاجة حاجة، بس انا حاسة انك بتاخدي حاجات من القصر. هي راحت فين؟ انا حاسة الخديمة دي بتسرق حاجات من غرفة بابا، مستغلة غيابه. انا متأكدة حسيت بيها، شميت ريحتها. تعالي هنا، انا شفتك. وقفي عندك. انتي شايفاكي، انتي بتسرقي حاجات من هنا. انا هقول لماما. ابدا يا جلالة الملكة، متهماني الاميرة بالسرقة، ما انت عارفاني اني معاكم من زمان. لا 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 يا الينا، هي معانا من زمان، ليه تسرق؟ اكيد يا الينا انت فهمتي خطأ. يا ماما انا متأكدة انها بتسرق حاجة من غرفة بابا. لا يا حبيبتي يمكن بس شك انتي، بس انا متأكدة يا ماما. مام خلاص انا بروح انام دلوقتي، اسلوبها ده مش حاكبني بالمرة، خلينا افتش الغرف كويس، بس اكيد مرة هظبطها. انا متأكدة ان في حاجة بتعملها مش كويسة. الليل جه. ايه ده؟ انا سامعك، اني سامعه صوت او شم ريحه غريبه. خلينا اجيب السيب بتاعي. مين في غرفه بابا؟ مين؟ اذا ما نطقتش كلمه وقلت انت مين هقتلك بالسيف حالا. انت مين هنا؟ خلاص هضرب بالسيف. لا لا خلاص خلاص يا اميره، ده انا قلتلك انك بتسرقي حاجات بابا السمينه، انت فاكره بابا مش هيرجع؟ يلا ارجوك تسامحيني، طلعيني من هنا. انا ما بسامحش الخاين ابدا، سامحيني يا اميره وطلعيني. الخاينين ما بسامحهمش ابدا. فين الحارس كمان؟ زي ما قلت لك كده، اذا انت فتحت لي الباب ودخلنا وقتلنا الملكه وبنتها، خلاص انا همسك حكم الدوله دي واكون انا الملك واخليك انت الوزير. ماشي ماشي، هفتح لك الباب واسيبه لك مفتوح، في نص الليل بيكونوا نايمين تدخل تقتلهم بسرعه. ماشي اوكي، هستناك. كل حاجة تمام، اتفقنا، بس هكون الوزير. اوكي فرصتي. الحارس مش موجود في القصر من فترة، شم ريحة خيانة. خليني انزل اشوف ايه بالظبط. ادخل يلا، هنروح غرفتهم نقتلهم الاتنين. طب يلا بسرعة. ايه ده؟ خاينين؟ ما صدقتش انك تكون خاين، ده بابا كان بيديلك كل المسؤوليات. خليني اروح لماما. انت عملت كل ده في القصر؟ مش مصدقه كلهم طلعوا خاينين. ايوه يا ماما كلهم طلعوا خاينين. ماما انا شم ريحه بابا. بابا زي حبيبتي، بابا مات. لا
تعالي شوفي، انا متأكدة ان بابا موجود. شو قلتلك يا ماما؟ بابا رجع. حبيبتي إلينا الملكة، انا مش مصدق ان رجعتي تاني. الحمد لله انا فوق قدرت اعالج نفسي وفوق وارجح تاني. قالت المريك اخيرا انك رجعت، كل الناس اللي حوالينا كانوا خايفين. ما تقلقش يا بابا، انا حافظتلك على كل حاجة، لولا إلينا كنا رحنا فيها. انا مش مصدق يا خاين، وتدخل الخاين ده كمان، بجد انا مش عارف اقول ايه. بصي يا إلينا، انت هعينك دلوقتي، هتكوني انت وريثة العرش، ومن دلوقتي هتشاركيني في الحكم. فيش اذكى منك في كل الدولة دي، انت انقذت مملكتي وانا مش موجود، وهتكوني ورثتي في كل شيء، وهتشاركيني من دلوقتي في كل الحكم. اهم حاجة انك موجود معانا يا بابا. يا انا عندي التوأم دول متعبين جدا، اخيرا شغلت لهم الكرتون اللي بيحبوه. خلهم بقى قاعد يسمعوا لغايه ما بيحجزوا الرضاعات بتاعتهم. دايما كده بيضربوا بعض، معرفش ليه. عندي ريم دي شقيه جدا، تحب تضرب اختها على طول. كويس عندي حليب كفايه، خليني بقى اعمل لهم الرضاعات بتاعتهم. كمان بيضربوا بعض تاني؟ اكيد برضو يا ريم، انا مش عارفة ليه بتحبش اختك، دايما تزوميلي كده، مش عارفة بتعملي حركات غريبة. يلا تعالوا بقى ارضعوا، معلش حقك علي حبيبتي يا ليان. يلا يا حبيبتي، اما انتي اقعدي انا، خلينا اقعدي انتي على الكرسي هنا يا ريم. اما انتي حبيبتي تعالى ارضعك، انا مش عارفة ليه اختك كده. اقعدي هنا يا حبيبتي لينا، خليكي بعيد عن ريم افضل لك. وانتي بقى يا ست ريم تعالى رضعك، يمكن تكوني جعانه عشان كده بتضربي في اختك على طول، بجد انت بقيتي مزعجه جدا. يلا يا حبيبتي ارضعي، معلش هما صغيرين وبيضربوا ببعض، مع ان ليان حبيبتي ما بتضربهاش خالص، مش عارفه ليه كده انت بتكرهي اختك. يلا يا حبيبتي اقعدي جنبها لغايه ما تكبري. يلا يا حبايبي نلعب شويه لغايه ما يجي الليل بقى وتناموا. لما بتناموا انا برتاح قوي. تعالي هنا يا ليان، اخدك بقى لحسن اختك تضربك زي كل مره. انت بقى وتكبروا شويه بجد متعبين جدا، حتى لو كملوا سنه ونص افوق شويه، ما بنامش خالص منكم. يلا يا حبايبي الحلوين، اديني غيرت لكم. انا مش عارفه برضو ريم زعلانه ليه، دايما وشك مكشعر كده ليه يا حبيبتي؟ يلا بقى العبي مع اختك، عشان بابا جاي النهارده، اخيرا جاي من السفر وهيشوفكم كمان، غايب يجيله كام شهر، اكيد لا تتفاجئ لما يلاقيكم كبرتوا بقى وبقيتوا حلوين. شفت ليان فرحانه ازاي؟ العبوا بقى هنا يا حبايبي بالمشيات، امشوا واجروا براحتكم لغايه ما اجهز بقى الاكل عشان بابا هيجي بعد شويه، فاهمين؟ تقعدوا بقى ساكتين، ما تعوزوا تضربوا ببعض. الله الجو جميل اليوم والشمس حلوه، خليني بقى اجهز الاكل بسرعه. غسلت الاطباق كويس، انا شلت كل الاطباق منها، يدوبك دلوقتي اجهز الاكل وبس. خلاص خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش،
انا مش عارفه اختك دي مفتريه بجد مفتريه ازاي تعمل فيك كده. معلش يا حبيبتي بابا يجي كده ولا وشك كله ملزق حقك عليا. خلاص يا عمري انا عارفه انك زعلانه. تعالي يا حبيبتي انا مش عارفه اعاقبها ازاي. مشكله انها صغيره مش عارفه اضربها ولا اعملها ايه. طيب انا مش عارفه بحبش الضرب اصلا. تعالي يا حبيبتي ماما. انتي شفتي عملتي في اختك ازاي؟ انا مش عارفه ايه اللي بينك وبينها تضربيها بالشكل ده. تخيير غير طبيعيه. اقعدي بعيد عنها هنا. تعالي يا حبيبتي. هدى هدى انا جيت. هدى تعال. فين فجاه؟ انا جيت خلاص. عامله ايه هدى؟ وحشتيني جدا. اهلا يا احمد. معلش كنت زعلانه شويه. بجهز لك الاكل حالا. ليه يا هدى زعلانه ليه؟ فعلا وشك زحلان. البنات يوم حاجه مرضانين ولا حاجه؟ لا مش مرضانين. تعال شوف بص لي انا وشها اتقطع ازاي. اختها ضربتها بطريقه غريبه كل شويه تضربها. معرفش ليه بتكرهها كده. فعلا ازاي وشها اتقطع كده؟ معلش هما الاطفال كده. ما تزعليش. فين هي ريم؟ تعالي يا ريم. تعالي لبابا. انا هاخدها اقعد شويه وانت جهزي الغدا براحتك. ما تزعليش انا هاخدها اتكلم معاها شويه. تعالي يا حبيبتي. ممكن بقى يا ست ريم تقوليلي انت ليه ضربتي اختك؟ انت بتحبي اختك حبيبتك توامك يعني تحبيها وتلعبي معاها. انت ليه زعلانه منها؟ قوليلي بس. يا اخيرا خلاص على السرير اخيرا جنبي ناموا. تعبيني قوي يا احمد تربيتهم دايما بيضربوا ببعض. نفسي يلعبوا يبقوا كويسين. معلش يا هدى هما الاطفال كده. وبعدين انا اسف جدا ان انا بسافر كتير مش بساعدك في تربيتهم. على العموم انا احاول اكون معاكي. انا عارفه يا احمد ان عندك شغل كتير مش مشكله. هما يكبروا خلاص كام سنه وهيكبروا ويمكن يفوقوا شويه. ان شاء الله يكبروا بسرعه. انا هروح انام بقى لو كنت تعبان قوي من السفر اليوم. اتمنى يكبروا بسرعه واشوفهم كده عاقلين ويلعبوا مع بعض. اي ماما شعري. ايه ده ريم بتعملي ايه؟ شعري يا ماما بتقطع شعري. ليه كده يا ريم تضربي اختك وتشد شعرها؟ ازاي يا ماما شعري كل شويه تشدني من شعري؟ ليه كده يا ريم؟ هو شعرها ليه كده؟ قال لي شعري مش زيها. انا عاوزه شعرها ده. انا مش مصدق. لا انا عاوزه شعرها. يبقى انت كنت بتكرهيها عشان لون شعرها؟ عادي لما تكبري يا حبيبتي هصبغ لك اللون ده. بعدين انت شعرك حلو برضو مش خشن ولا اي حاجه ولونه جميل. الاسود حلو. لا انا عاوزه الشعر ده. لازم تجيبي لي شعرها. انا هاخد شعرها. تاخديه ازاي يا حبيبتي؟ ما بيتاخدش وبيطلع. معلش يلا بقى تعالوا بعد اعمل لكم سندوتشات حلوه بطلوا عشان ما ازعلش منك وتضربي في اختك كل شويه. ماشي يلا يا حبايبي كل بقى السندوتشات وبعدين العبوا مع بعض. مش عاوزه العب كده برضه يا ريم. انت دايما كده بتزعليني. شفت ليه ليان حبيبتي حلوه ازاي؟ يا ربي دايما كده مشاكل. خلينا بقى اجهز الاكل. انتوا بقيتوا مزعجين جدا. انا خلصت بقى لعبة على الموبايل. واو خلينا ارتاح شوية راضي كده هستنى. تعالي بقى نوريكي حاجة حلوة. كب على شعرك ده. اي شعري. ايه ده تاني بتشدها من شعرها؟ يا ماما بصي. ايه ده اللي حصل؟ كبت على شعري بتاعي كده. كبت على شعرها ايه؟ كلور كلور. تعالي تعالي بسرعه تعالي بسرعه. ازاي تعملي كده في اختك؟ ملكي عقاب شديد. خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش حقك عليا. تعالي اغسل لك شعرك بس ما تخافيش شعرك هيطلع تاني. ازاي تعمل لها حرقت لها كل شعرها؟ انا مش مصدقه. خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش حقك عليا. شعرك هيطلع بسرعه كلها شهر واحد وهتلاقيه طلع خلاص. يغيرونا من شعرك بطريقه غريبه. خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش.
بقى خلصت واجباتي كلها. واو خليني بقى احط هنا بقى وراح اشرب بقى اي حاجه. هي كتبت واجباتها كالعاده، خلينا ارملها الدفتر في الشباك في الشارع. هو ده؟ اوه تمام، فين الشباك؟ يلا خليني ارمي الدفتر. اوه في كمان دفتر كمان كده. خلاص خلصت يا ماما. في برضو بتتخانقوا تاني في ايه يا ماما؟ دفتر الوجبات اللي انا بكتبه بتاعي كله، رميت لي كل الدفاتر يا ماما، مش عارفه حطيتها فين. تاني يا ريم برضو ترمي لها دفاتيرها، مش هتبطلي الحركه الغبيه دي، انا زعلانه منك. عادي يعني فيها ايه، خليها تكتب تاني. وبتضحكي بكل برود، انا مش مصدقه تعملي كده في اختك، بتبطلي حركاتك دي عشان بجد؟ مال وشك اتغير كده؟ مالك في ايه يا ريم اتكلمي؟ اه مش عارفه، راسي بطني جنبي مش عارفه. مالك في ايه؟ انت بتستعبطي عشان تهربي من العقاب؟ برضو هتتعاقبي فاهمه؟ عشان تبطلي تعملي كده في اختك لازم اعاقبك عشان تبقى ايه ده؟ ريم ريم ايه ده يا ماما؟ ايه ده؟ خلي نطلب الاسعاف بسرعه، ده هو بحاجه بجد. بسرعه بسرعه، في يا دكتوره طمنيني عندها ايه؟ للاسف يا مدام عندها كسور في الكلى، ولازم عمليه زراعه كلى فورا والا هتموت. تموت؟ ايوه لازم حد من فصيلتها يتبرع لها بالكلى والا فعلا هتموت، لان الكلى بتاعتها توقفت تماما الاثنين. لازم انا يا دكتوره انا هتبرع لها بكلى من كلتي، ارجوك يا دكتوره خليها تعيش، انا مش عاوزها هتموت، هي توامي. طيب كده تمام، بل توامها اكيد متطابقه معها في كل شيء. ليان ليان في يا حبيبتي؟ عاوزه ايه من اختك ليان؟ في ليان ما تتبرعليش، انا ما استاهلش، انا كنت دايما بضربك حتى لو بتضربيني، انا مستحيل اسيبك تموتي، انت اختي برضو توامي، معرفش اعيش من غيرك. يلا يا حبيبي ما تخافوش، العمليه مش هتاخد وقت ماشي، وهتكونوا كل اتنين انتوا بخير. انا جايبالك الورد ده وبشكرك انك انقذت حياتي، وبتاسف لك على كل اللي فات، انا فعلا ماليش غير اختي، وانا كمان بحبك، انا مستحيل اسيبك حتى لو بتضايقيني، متعوده وجودك في حياتي. بصراحه انا مكسوفه منك قوي من كلامك الحلو ده يا ليان، معرفش انك بتحبيني كده، وانا اسفه جدا، انا كنت بغرم لون شعرك بس، ولا يهمك هصبغلك نفس اللون بجد، وانا بحبك قوي، وانا كمان